تشرف المركز بزيارة جد هامة للجمعية الوطنية لهيئة المحامين الموريتانية إلى المركز رفقة هيئة المحامين بأكادير وقلميم والعيون. كانت زيارة جد هامة حيث تم اطلاع الوفد الزائر عن مختلف أروقة المركز. كذلك تم تقديم لمحة موجزة عن هذا المركز عن سياساته المستقبلية عن رسالته ورؤاه المستقبلية عن آفاقه البحثية التي سوف تعنى في توفير المنح للطلبة الباحثين في جميع أنحاء العالم للقدوم إلى مدينة الداخلة وإلى مركزنا من أجل القيام بأبحاث تقوم قد لا تتجاوز مدتها شهرا حيث سوف يتكفل المركز بنشرها ونشرها في اطار اكاديمي محكم كذلك تم التعريف بالمشاريع المستقبلية للزائرين وتم كذلك حثهم على خلق شراكات فيما يخص الترافع الدولي الترافع في الهيئات الأممية المعنية بالموضوع والتي هي جزء من مهام هيئات المحامين، تعلق الامر بالجمعية الوطنية لهيئة المحامين الموريتانية او هيئة المحامين باكادير وقلميم والعيون. الذين يمتلكون من الادوات المهنية والمحترفة ما يمكن تقديمه لنبل هذه الرسالة، رسالة وضع حد للجلادين في حق هؤلاء الأطفال استغلال واغتصاب لبراءة هؤلاء الأطفال كذلك تمت يعني التعبير بشكل صريح عن محاولة تشجيع جمعيات موريتانية من اجل التعاون مع مع المركز فيما يخص مثلا جمعيات المجتمع الاهلي المدني في في موريتانيا التي تشتغل في مواضيع موازيه تعنى بحمايه الاطفال بصيغه مختلفه كذلك كما قلت سيدي منير هناك وضع 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 يتعلق بالتهديدات الامنيه لمنطقه الساحل والذي يقض مضاجع الدول الجوار والتي وجدت في هيئه في الجمعيه الوطنيه الوطنيه الموريتانيه ضالتها في هذا المركز بحيث اخذت عناوين وارقام التواصل مع المركز من اجل ايفاد باحثين ومن اجل توعيتي والتعريفي بالمركز داخل التراب الموريتاني السؤال الاخير استاذ القدر هو انه الان هذه المره واحد شهرين على تاسيس المركز كيف ممكن نتكلم على المركز خلال هذه الفتره الاخيره وهذه فتره أه للتاسيس طبعا نعم أه نعم كانت فتره للتاسيس فتره ل ل آه لمحاوله آه الانفتاح اولا على على آه فعاليه المجتمع المحلي بمدرسه الداخلة حيث قمنا في أول نشاط باستقدام طلاب وطالبات المدرسة العليا للتسيير والتجارة. في شهر رمضان المبارك المنفرد، قاموا بزيارة ميدانية، حيث قاموا باكتشاف فرص التداريب المستقبلية داخل المركز، فرص التكوين داخل المركز. بعد ذلك كان لدينا نشاط جد هام يتعلق بنشاط لحاق ميرموز الذي كان بالموازاة مع اليمامة البيضاء ولحاق ميرموز والمركز الدولي للابحاث للوقاية من تجنيد الاطفال، كان حدثا هاما تحولت الداخلة بهذا الحدث الى مدينة للسلام العالمي حيث قدمت وعشرين طائرة على متنها خمسين وخمسين طيارا من ستة دول أوروبية فرنسا، التشيك، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا وإسبانيا قدموا إلى قاموا بزيارتين كذلك إلى المركز واكتشفوا مختلف أروقته ومختلف الخدمات التي يقوم بتقديمها كذلك المركز خلال الأسبوع المقبل مشرف على استضافة الروائي والكاتب الأردني مصطفى القرنا الذي يقوم بتقديم روايته في حديقة الشيطان الذي يجسد معاناة الأطفال في في المخيمات، معاناة أطفال جراء التجنيد القسري وجراء الاستغلال البشعي من قبل الميليشيات. كذلك المركز لديه برامج جد دقيقه جد مسطره في المستقبل القريب وسوف يتم الافصاح عليها في وقتها المناسب <applause>